واو البنس وراك وزر له هذا ينجم يتيح في اي لحظه من داخل ولا من البر. المره الاخرى متعدين من هنا صباح نهار الاحد وجاب ربي وهجمت على العبيد وشر الصباط طاح الرجل قاعد يرقل فيه ولات الناس ترقل حذرة. هذه سنيتك لكن ديما ناخذ حذري بعض الاحيان تشوف الحال بشيء والعائله يتعداون هنا؟ لا ثنيه اخرى ما كذبش عليك لكن ديما الاحتياط واجب يا يعني ماشي واحد كاسك ما تجيش. صحيح يتعدى يخاف بعد كان ويحسر انا صغير 58 سنه كان ديما تعجب السواح وحركيه اخرى دولاب انا هكا حالي يبكي بالحق هكا تشوف مهجوي قل ونادي حتى يتعدى يبدا يخاف ولا يقرا في القران ولا نحكي معك بكل صدق وبكل امان. الواحد كيف يقلبش عليه يقول الحمد لله رب العالمين. هذا التقصير راهو فهمني لا ما فهمتش من شكون انا ما فهمتوش البقعه هذه كامي فهمني لا يزولي على العالم. وشوفي الواحد ما يعرفش يتعدى ما يعرفش على روحه يموت منا ومنا. تسكن الهونية؟ بتبيع أصيل المنطقة هيك تمشي وتجي كل صباح من هوني هذه يا سنيتي لكن ديما ناخذ حذري بعض الأحيان ما بتشوف الحالة بشيء والعائلة يتعداون هنا؟ لا مثنية أخرى ما كذبش عليك ما نكذبش عليك مثنية أخرى خاطر الأولاد صغار ماشيين ما شاء الله ماشيين الكبر بتبيع لكن ديما الأحتياط واجب يا يعني ماشي واحد كاسك ما تجيش. هذه المدينة العربية هذه المتنفس للعاصمة لكن للأسف تورثنا للأسف تربينا لهنا وعشنا لهنا وكبرنا لهنا والحمد لله المدينة تبقى المدينة عندها رجالها عندها نساء هاك تشوف الحالة ورانا لهوني فمحيط ديجا صورناه وطايح طيب. ومن قبل الدورة لهنا فمحيط نفس الشيء نفس الشيء والحيوت اللي وراك مشققين وعلى الاخر معناها ما تخافش لا قدر الله تصير حاجة ليه ليه نتعدي بطبيعتي انا نتعدى باش نقضي شي حاجة ولا حاجة اما نعرف فما احنا نقولوا بلايص فيهم ديتوش ما نجمش ندخل لهم وهم عاملين بلايصك ديجا ممنوع المطرجين و لكن الى متى باش تقعد؟ نعملوا في رحله خارج الى متى؟ فهمتني سيدي؟ قالوا لكم ممنوع المترجلين لا ما حاطوني بلايصك ومهم واضحه معناها باش ما تدخلش غادي ساكي فيك تشوف النهج هذا ولا النهج المقابل؟ النهج اللي المقابل ماذا بهم يحطوا بلايك اخرين في بعض الانهج زاد متداعي للسقوط ما تعاش على الكارثه الله لا يقدر الله لا يقدر للاسف هذيك حال المدينه فماش لهوة مع احتراماتي فما ناس لكن فما ناس مختصة في التراث وتعرف تعرف الشيء هذا والمشكل احنا نقولوا جيت لهم تعذب جيت لهم تعذب للأسف هذيك حال المدينة الله غالب وقت الله غالب هاك تشوف على عينيك حتى سائح يتعدى يخاف بعد كان ويحسر انا صغير 58 سنة كان ديما تعجب السواح وحركيه اخرى دولاب انا هكا حالي يبكي بالحق المدينه ولاو الانهج هذوما مهجورين الا بال مقفولين بالطبيعه هكا تشوف مهجورين قل ونادي حتى يتعدى يبدا يخاف ولا يقرا في القران ولا نحكي معك بكل صدق وبكل امان ان شاء الله المسؤولين يتلفتوا ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله ديما وعنا امل في ربي خاطر المدينه ديما تبقى المدينه نحب ولا نكره تربينا لهنا وعشنا لهنا والحمد لله وان شاء الله اللي جاي خير واحد ديما يكون متفائل. تتواصلوا مع المسؤولين تقولوا لهم يجيو يشوفوا لنا حل للوضعيه هذه؟ المسؤول شو يقول لك اللي قبل واللي قبل واللي قبل كل واحد يطيش في كوره الاخر مع احتراماتي المسؤولين فما ناس تحب تخدم البلاد فما ناس بالحق تحب تخدم البلاد اما المشكل هنا في العقليات العقليات وديما ما نعموش ان شاء الله عندنا جيل. الانهج هذه ونهج زرقون حسب تقريب بما انك ولد المنطقه قداش فيها من عائله تقريبا؟ كانوا فيها عائلات هجروها البلدية هجرت
هجوها من هاك تشوف يقول لك نسكن تي حاليه واحد هجوها. للاسف هو لونتروتيان باهي في كل شيء، هي من اول حاجه تيح تك لونتروتيان باهي في كل شيء، مش في البني في برشا هذاك الواقع سي لا فيريتي حتى عاد ما يهرب منه. وعدوكم انهم يجيو يصلحوا مثلا؟ ايه وعدوا قبل، يزينا من الوعود، يزينا من الوعود، والله يزينا من الوعود. اللي يحب يعمل يعمل، اللي يحب يبدا يبدا، نحي تشريعات ونحي كل شيء اصدم، السلطة عندك. سلطة وعود برا معناها؟ وعود برا، لكن باش تخدم، ما فماش زيزوتي، ما فماش آليات. ولكن في المقابل فما أرواح زاد نتاع ناس. مشيت أرواح، مشيت أرواح الله يرحمهم اللي طاحت عليه دار واللي طاح. يلزم برنامج. شنو ميساج للدولة؟ ميساج يلزمها تتلفت لها المدينة العربية، تتلفت للناس المدن اللي كيف هناك الخب ولا توكل الدعاء الفساد حشاك و انتوما تعرف وما يخفى عليكم شيء. أنت ظهري من متساكنين النهج لهنا؟ لهنا 22 ناس سيدي قدوس. والدار زادة كيف كي لهنا، أما تسمى صحيحة شوي. أنا نسكن شادة روحها شوية مش شادة روحها. قالوا لنا باش نعطيوكم. بالديار المساكن الاجتماعية من 2014 ما نحن نستناول تو كل عام وقود سنة كل عام سنة وانا قاعدين كيك باكو تشوف فيه البني يا ولدي تنجم المرة الأخرى ما تعدين من هنا الصباح نهار الحد وجيب ربي وهجمت على العبيد ها وشر الصبات طاح الرجل قاعد يرقل فيه ولات الناس ترقل وحضرة فما حاجات فما يعني حيوت طاحوا لهنا اي هاو دور هذه تشوف الحيوط الكل طايحه راه الدور هذه الحيوط الكل طايحه قلنا لهم نخره طيحوهم على الريتشوسي باش كي واحد يتعدى ما تيحش عليه ترسل لكم كير ها وادخل الزنقه هذه تشوفوا الحيط مايل راه اي ما يختر على روح يختر على العبيد يعني قلت لك كل مره ويطيح لقشه من الطاف الليل مش قاعده تطيح على العبيد راه كان جات تطيح على العبيد شنو يستناو حتى تطيح على العبيد باش هما يجيو اي بكي والله ياسر عامل وقت الزين تعرف كيفاش ما اللي يحب يصلح يعطيوه قرض يقول لك انا ليه راي تسوى كذا وكذا يمدوا له فليسات وبرا راح على روحك والحاكم كيف الزنقه ذي الكل هاي زنقه العصفوري كانت ملك عبيد ما حبوش هم يصلحوا خليها الحاكم اعطاهم فلوس ومصلحها هو كاريقل برا ادخل شوف الديار يعشق ولديخل باش يكملوا لنا لهنا كل واحد يقول لك اخويا كل واحد وكيفاش تسمع رأيه وواحد يقول لك يجي باش يقول لك. بين وصلتوش صوتكم مشيتوش للبلدية للجهات المعنية؟ يعني قلت لك راهو شنو هي بلدية؟ وأنا ناشي كل يوم نمشيو للبلدية نمشيو للولاية يطلع المعتمد لهنا شيف أنا قلت لك تنجم تشد شوية ما ليه ما عادش كان شتوية أخرى وتزرق سنة مش تبرك البقايا هذي الكل. أما يعني الوضعيات هذه تستنى انه عام وعامين اخرين اجراءات انا قلت لك كل عام يقولون السنه تنعطيكم نسكتوا الشهر الجاي الشهر اللي بعده ما لقاو لهمش حل كل يوم في البلاتويات كل مره ويعطيوهم دات ها قالوا اخر العام الله اعلم نستناو فيهم نحن احنا رصدنا في باب سويقه فما دار تحت على مواطنه تحت بالسقف نتاعها جات في طابق الثاني معناها بكلها كوجينا بكلها تحت بمراه وتوفيت للاسف خايفين لانه فما ناس يخافوا من انه تصير معاهم حاجه تكا تنجم تصير في اي لحظه في البلاصات اللي تشوف فيهم هذوما الكل هاو البلاصه وراك اغزر له هذا ينجم يتيح في اي لحظه من داخل ولا من البر والناس اخويا ما لقاتش حتى حل راهو يلزمها تسكت كان عطيتهم راهو خرجوا راهو خلاوها هذا فارغه وجا الحاكم سكرها ولا عمل شاف لها حل اما دام ما عطيتوش وين مشي يمشي كريم 700,000 و 500,000 شكون اللي عنده 500 الباهي فيهم يا ما نحكيوش على اللي يخلص نقولوا نحن اللي يخلص يفوت المليون يدفع 500 باش يمشي يعيش 500 ما تعيشوش حتى 10 يعني اللي هنا المواطنين خايفين من الكري الغالي وفي نفس الوقت يلقى روحه ساكن تحت سقف ينجم يتيح حتى ماما بالصفة عليه راهو المواطنين راهو ساكنة تحت السقوفات هذيا راهو مش بإرادته رأي مفروض عليه مفروض عليها لا غالب يخرج يخلي يا اخي شنو يقعد ما ياكلش في كرشه باش يمشي يكري كري وما وذا ومشيت الفلوس على روح تسكن هوني حاجه اي ملاوين تسكن هوني والحيوت هذوما اللي خايخين والمباني هذيا ما تخافش منهم
يا بنتي بارك فيك، الواحد كيف يقلى باش عليه يقول الحمد لله رب العالمين. هذا التقصير راهو فهمني، لا ما فهمتش من شكون انا، ما فهمتوش البقعه هذه كاني فهمني لا يزولي على العالم. وشوفي الواحد ما يعرفش يتعدى، ما يعرفش على روحه يموت منا ومنا، مش يرتين توصنتي فيا الكل خايخه ومتقدقه وكذا، وهم يعملوا في طرف سيمان وحديد الكل بقى يا ربي وجير وكذب. واو شوفي من هنا الشيء راهو طاح تحت الحيوط هنا، طاح ايه ما شفتيش حيوط طاحت وكذا والدنيا طاحت وفما تو في المطر هذه، المطر هذه تو تهجم على بعضها. يعني فما خطر. شنو خطر؟ شنو خطر؟ الواحد معاه جايب من غاديك، معاه جايب من لونهاش هارب ولا ما عادش. طيب كيف هي فما خطر؟ علاش ساكنين العائلات لهنا؟ اي وين باش يمشيو؟ كونش قبر في جبلك وين باش يمشي؟ وين؟ لا ما فماش. شوف نكلم فيه الكل حماه حرماه لهنا، واضح؟ حماه حرماه، ما فماش ناس تكلم وما فماش ناس كذا وما فماش فهمتني ولا يعني دي انت بري شوف القدام فهمتني ولا حيوط طايحه ولا خرحات بلاكا فهمتني ولا يعني بيع اصل تجاري والله ماني فاهم. احنا في تونس هنا الحاجه نشدوها للي يتيح علينا، دول اخرى متقدمه عندها مثلا عمر معين البني يعيش 100 سنه يعيش 20 سنه يعيش 10 سنين. أنا مرة في على ذكر الكلام اللي تحكي فيه، عندنا جماعة روس في خدموا البراج تاع جومين معروف في براج ماتر، فما بني بنوه جماعة الروس كي جو مروحين كلموا العرب قالوا لهم ردوا بالكم تسكنوا فيها لأنها راي عندها عمر مؤقت ما تفوتش 10 سنين تطيح. احنا العرب ما سمعناش الكلام، ماتت فيها يمكن درا قداش من عائلة تطيح عليها لانها ما يعرفش هنا الحاجه، لانه بطبيعته بصفته اللي هي تحكي على بني خايخ يشوفها انها مثلا في وسط عاصمه لهنا واحد وكذا، لكن كل حاجه لها عمر. اختر هذه اختر بطبيعه اختر اختر يلزم هنا تكون مثلا الحكومه والبلديات تجي كل مره تعاين، فما مهندسين فما ناس سبيسياليتي في البني تفهم في البني. عن السيمان راهو عنده وقت معين يموت. يعني انت من المساكنين النهج لهنا؟ لا لا نعيش هنا، انا نخدم لهنا، انا قديم هنا نعرف هالبلاصه. ما بقايا تاعهم عليها موجود 5000 بلاصه تحت موجود موجود، او الدور هذه البركه لهنا ما موجوده تحت بلاص كامل طاح من هنا تحت برشا، وكلها تو لهنا اللي ريتي حتى على الطياح يخليها كيك على اساس باش يبيعوا وياخذوا بثمن رخيص على اساس اللي عندهم فلوس لاباس عليهم يعاود يرمم ويطيح. ها موجود اللي وراك هذه بنيه جديده من هنا مثلا اسافوار، شوفي بقداش مشريه في وسط عاصمه مثلا لهنا يعاود يرممها ويبيعها بالملايين. هذيك هم يحبوا يستغلوا هكا بنيه قديمه يجي مثلا يعطيك فيها سوم يقول لك شنو شنو ياخذ التراب يعاود يطيحها. ريتي تو بالنسبه للوسط البلاد هنا كي يعطوني انا مليار فيها البلاصه دي ما نسكنش فيها، ما نجمش نعيش فيها البلاصه. نخدم صحيح نخدم هنا ما البلاصه باش نعيش فيها، ما نجمش نعيش فيها باش نسكن فيها، نجي نسكن تحت واحده هذه اقل ما اقل رجه، مش تبدي تخدمي كان التي لهنا تسمى جنه، ما طلعت كانت تطلع وكانت نجمي تطلع لهنا الدخي ما تنجمي تقولي تخزري لوط تقولي سي تحت. يعني اختر وموضوع ما يستناش، ما يستناش اختر ما 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 بالنسبه للي يلزمها تتعاود باش تقول لي انت مدينه عربي ومدينه عربي النجم ونعاود ونجيبوا ناس تخدمها نفس الخدمه كما كانت هي، فما ناس تخدم وتخدمها كما كانت تبقى ماكم حاشتكم بالمدينه العربي تبقى مدينه عربي. هما تترمم هذا منظر راك تشوف فيه خراب تقولش علينا ما تفوت السياح لهنا يتعداو. يا بنت سايح يجي يخاف يهز راسه كي من هكا يوخر هكا يقول لك سي تحت علي سايح شبيكي معنا يتعدى قليل، حتى كي يتعدى بطبيعته يخاف، وهم اللي يدخل يراها الدنيا ظلام ويراها خراب كمن هكا يخاف على روحه. اذا الرمزيه نتاع المدينه العربي في البقعه هذه تفقد ولا لا؟ وفات بنتي ما عادش تحكي لي على المدينه العربي وتقول لي حاجه تراث وتراث، عندنا تراث مش ما عندناش تراث، تراث راهو ثم عنده ناس تعاود تترمم، اما مش تقول لي تراث خرج لي التراب كمن هكاك وتقول لي تراث باش نعيم، قال له عيش بالماء يا كمون، نقعد انا هكا بلاصه كمن هكا نطيح فيها حتى تطيح علي وتقول لي تراث؟ انا تراث تراث ثم ناس
متخصصين في التراث يعاودوا يرمموه ويعاودوا يحبوا يبنوها كما هي كانت تقبل تتبنى، راه ما فماش حاجه صعيبه في الدنيا راه تتبنى. ما بش... فما اكثر من تقصير، شنو هذا ما فماش تقصير؟ موجود التقصير، التقصير من الحكومه. تنجم تعمل مهندسين، تجيب مهندسين، هذه تطيح تطيح، ما فماش هنا تو كل شيء اللي لباس عليه هو اللي يحكم، اللي عنده الفلوس يقول لك لا اخويا هذه تبقى تراث، تراث وشنو هذه تراث؟ خاطر مستغلينها العباد يحبوا ياخذوها، فما ناس تحب تاخذها بثمان رخيصه.